السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في كل مكان. هنبدأ نشتغل في الطقم في الملاية اللي احنا كنا قصيناها الفيديو اللي قبل اللي فات. أنا بس الفيديو اللي فات فصلت كده فيديو اللي هو واحدة كانت بتسألني، مش واحدة بس، هو السؤال ده اتسأل لي كتير، أخد كام تفصيل الملاية. فأنا اضطريت أقطع الفيديوهات بتاعة الطقم ده عشان أجاوب على السؤال ده، وبعدين نكمل الفيديوهين اللي ناقصين او 3 فيديوهات. انا بعمل فيديو قص وفيديو تقفيل ملايه وفيديو للخدادية، واذا هعمل المخده وبعمل فيديو في النهايه نشوف الطقم على الطبيعه عامل ازاي. المهم انا كنت قصيت القرصه دي مترين على اساس انها سرير 1.60 متر. طبعا احنا اتفقنا ان سرير 1.60 متر بناخد القرصه بتاعته على قد السرير 1.60 متر، بنزود لها 40 سنتي من جنب الحيطه. جبت ده قطعته متر عشان اعمل بيه كرانيش، وقسمت المتر نصين. معايا وردات الفل دي اللي انا هطعم بيها الطقم، ومعايا شريط الستان ده عشان اعمل على حرف الكورنيش. الطقم ده بسيط جدا، او الملاية دي بسيطة جدا. كل اللي هعمله فيها ان انا قسمت كده القماش نصين، هاخد الشريطين دول هما 50 سنتي في عرض القماش مرتين، هاخدهم. المتابعه اللي كانت بتسال اعمل الكرانيش قد ايه، زي ما حضرتك شفتي كده، انا هعمل الكورنيش قد العرض بتاع القماش مرتين. يعني انا عندي الملايه عرضها 2.40 متر، القماش عرضه 2.40 متر، انا هاخد 2.40 متر مرتين، يبقى هيبقى 4.80 متر. همسكهم اشبكهم في بعض واتنيهم واعمل لهم كسرات او كرانيش او كالونات او ايا كان، عشان نخليهم يرجعوا تاني يبقوا قد عرض القماش اللي هو 2.40 متر. وبرجع احط شريط الفل ده عليهم، واحط شريط الستان ده على حرف الكورنيش، وهتبقى الملاية خلصت. طيب تعالوا نبدأ نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنعملها هناخد الشريط ده، الشريطين دول كل شريط نص متر، نشبكهم في بعض، نشبك الشريطين في بعض ونتنيهم ونعمل لهم كسرات. هاخد الشريطين اهو، حطيتهم على بعض، هتنيهم تنيتين كده، تنيتين صغيرين كده، وابدأ اخيط. بسم الله. هشبكهم في بعض الشريطين دول، طبعا انا بتني ثانيتين لاني مش هعملهم اوفر. بعد ما بتنيهم باخد الشريط ده من اوله، اتني حرفه. ممكن استخدم الدواسة بتاعت التانية الصغيرة اهي، ممكن استخدم الدواسة بتاعت التانية الصغيرة، وممكن اتني على طول. بتني تنيتين صغيرين كده فوق بعض، في صوت غريب بيتعمل. هتني الشريط ده للآخر. بعد ما هتنيه هركب على حرفه شريط الستان. تنيت الشريط للآخر كده بالشكل ده. هاجي في الـ امسك القماش من الناحيه التانية، الناحيه اللي هي مش متنيه، بسيب جزء صغير كده قيمه شبر كده، عشان ده بيبقى في جنب الملايه. لكن لو احتجت اكشكشه في الاخر برضو بكشكشه، لو لقيت الملايه زياده بكشكشه، ما احتجتش ولقيت الملايه كده خلاص. ممكن بقى نعمل كشكشه او نعمل كسرات او نعمل كالونات على حسب ما احنا عايزين. هقول لكم هعملها كالونات عشان اوريكم الكانونات بتعمل ازاي. انا عملتها قبل كده بس عشان الناس الجديدة في القناة. انا بمسك كده بعمل الكسرة كده زي ما بنعمل الكسرة العادية اهو، وبعدين باجي عكس الكسرة، اروح جاية كسرة قدامها الناحية التانية اهي، كسرة كده الناحية دي وكسرة الناحية دي اهي. هاجي الكسرة اللي بعديها اخدها كده، الكسرة
كسرة كده، واحدة الناحية دي واحدة الناحية دي، اهي باخد كسرة كده الناحية دي واخد، واحاول بقدر الامكان اخليهم يبقوا قد بعض اهو، باخد كسرة كده وكسرة كده اهو. هي تقريبا الكوكب دي اهي، المهم ان هي اهي بيبقى الشكل ده في النهاية اهو، بتبقى كسرة كده. لو حابين تكووها طبعا الكاوية هيخليها تبقى شكلها جميل جدا. هغير الخيط بتاع المكوك وهكمل الكسرات دي واجي اوريها لكم في الاخر. ركبنا كده، عملنا الكالونات بالطريقة دي. طبعا هي لو اتكوت هتبقى زي ما بقول لك كده، شكلها بيبقى جميل جدا لما بتتكوي، ولو ما اتكوتش برضو بتبقى شكلها كويس. طيب بنعمل ايه بقى؟ بنيجي نجيب القماش، بنخلي اللي احنا طبعا واخدين القرصة قد السرير، فانا بجيب القماش كده اهو، بخلي البرسل، بخلي البرسل كده اهو، بجيب وش القماش كده واخلي البرسل كده، ببدأ من اول البرسل من هنا كده، وبعدين اجيب القماش احطه على وشه كده اهو، زي ما اتفقنا احنا سايبين حتة في الاول وحتة في الاخر. هاجي هنا ابدأ اركب، انا عندي الوش ده كده اهو، بحطه على الوش هنا وابدأ اركب الاتنين دول في بعض اهو. بسم الله. الطريقة دي كده وبتبقى الملاية اهي كده تمام. نركب الشريط ده للاخر ونيجي نشوف هنعمل ايه تاني. ركبت كده الشريط للاخر، الكورنيشة للاخر، ومعمولة زي ما حضراتكم شايفين كده كالونات بالطريقة دي كده. عندي بقى من هنا الجزء ده، يعني مفروض ان هو هيتعمل اوفر اهو، الجزء الداخلي ده مفروض ان هو هيتعمل اوفر. طيب هو ليه كذا حاجة ممكن نعملها بيها، ممكن نعمله اوفر. طب انا ما عنديش اوفر، لو انا وديت الطقم عند الراجل هيزيد حقه 10 جنيه، وفي ناس ما بتهتمش قوي بان تدفع 10 جنيه زيادة عشان الاوفر وكده. في نفس الوقت ممكن انا يبقى مش متاح عندي ان انا اقدر انزل كل شوية اعمل اوفر. ممكن نمسك لو عندنا المكنة المنزلي، ممكن نعمل زجزاج هنا وبرضه بيغنينا عن الاوفر. بعمل زجزاج هنا وبخليه يبقى هو بديل الاوفر، بيخلي القماش ما ينسلش. بيبقى مش بنظافة الاوفر الطبيعي العادي، لكن بيبقى كويس. طيب لو مش هعمل الكلام ده كده بعمل ايه؟ عشان في متابعة سألتني وقالت لي القماش كده مش هينسل لما ما عملناش اوفر. لا، انا باجي قبل ما اركب الوردات اللي هركبها هنا او الكبيرة او اي حاجة ايا كانت، بجيب القماش كده بتنيه كده، بعمل كده بدوس خط كده، وبعدين اروح جايه خط كده ادوس عليها اهو كده. الحكايه دي كده مش هتخليها تنسر. شكلها من جوه مش هيبقى بالنظافه بتاعت الاوفر اكيد طبعا، لكن دي بتبقى اختصارا دلوقتي عشان احنا لو مش عايزين ننزل وما عندناش اوفر في البيت، بنعمل الخطوه دي كده، بنخلي القماش ما ينسلش، بنثبت القماش ونثبت الخياطه اهي. بمشي خط كده للاخر، بيديني خط من هنا كده، ببقى دايسه خط كده، وهنا ده عمره ما هينسل ولا هيعمل اي حاجه، خلاص احنا قفلنا عليه كده، خلاص مش هينسل ولا هيعمل اي حاجه. طيب نشوف الخطوه اللي بعد كده. بعد ما قفلنا على القماش بالطريقه دي كده ودوسنا الخط ده، معايا الوردات بقى اللي انا هركبها على اول الكورنيش من هنا، وهركب شريط ستان على اول الكورنيش من تحت. غيرت انا الخيط، حطيته ابيض عشان انا هدوس على ده بالابيض، لان انا كنت حاطه خيط لونه احمر. انا لقيت الخيط الفوشيا خلصان، استخدمت خيط احمر،
عشان كان في متابعة سألتني، قالت لي انا بخيط كله بلون واحد ولا بعمل لون ايه. طبعا احنا بنعمل اللون القريب بالنسبة للقماش ده، فوشيا انا بعمل له فوشيا، ما توجدش عندي فوشيا عملت له احمر، يعني بنقي اللون او اقرب لون يكون للحاجة عشان ما يبقاش شكلها منتقد قوي. ده انا هركب له شريط ساتان، كان ممكن اخيطه عادي بالابيض، اخلي المكوك فيه ابيض، كان هيبقى خط باين ابيض، كنت انا هحطه فوقه شريط الساتان، كان هيبقى شكله كويس برضو. هبدأ اركب شريط الفل ده هنا، وبعدين اركب شريط الساتان تحت اهو، هنعمله بالطريقة دي كده اهو. الفل ده على فكرة ليه وش وظهر، احنا بنشوف الوش اللامع، بنشوف الوش اللامع، يبقى هو ده الوش نركبه عليه اهو. ممكن في الاخر نزود لمسة جمالية للملاية كده، نحط لها فيونكة كده ولا حاجة اهو. بعد ما نركب شريط الفل ده ركبنا وردات الفل على الملاية اهي بالشكل ده كده، شكلها جميل جدا. وبعدين ركبت شريط الستان على حرف الملاية من هنا، هي بسيطة جدا وشكلها جميل جدا، مبقاش فاضل فيها حاجة غير ان احنا نتني التلات جوانب. احنا عندنا جنب اهو تنيناه وحطينا في شريط الستان، فاضل التلات جوانب هنتنيهم وهنعمل لمسة أخيرة كده، وبعد كده هيبقى الملاية خلصت. باجي كده اخد شريط كده عشان اعمل وردات. احنا احيانا بنعمل الفيونكات بقماش منقوش او سادة، وساعات بنعملها بشريط الستان. انا كل اللي بعمله ان انا بعمل كده عشان اللي مش عارفين يقطعوا الفيونكة تتعمل ازاي اهي بالطريقة دي كده، باخد جزء كده اهو شريط وليكن كده وبقطعه اهو، ونفضل نعمل نقيس قده كده اهو عشان ما تبقاش تطلع معاكي فيونكة صغيرة وفيونكة كبيرة، بنقيس كده. بنقطع أربعة ونحطهم على الملاية أهو. ممكن لو خايفة برضو إنها تنسل الشريط الستان ده، ممكن بولاعة كده ولا حاجة بنلسعها كده. والخطوة دي يعني يا نعملها يا ما نعملهاش، هي مش مهمة قوي يعني، لكن هي عشان بس نخليها ما تنسلش أهو. أربع شرايط هم قصتهم، وباجي كده اهو، باجي اخد جزء كده اهو، بنعملها بالطريقة دي كده ونحطها كده. نعمل نسيب شوية ونعمل بعديها الفلوكات. ركبنا الفلوكات كده، ما بقاش فاضل غير ان احنا هنتني المراية من الاربع جوانب وكده. دي شكلها اهي رقيقة جدا، من اسهل ما يمكن، ما فيهاش اي حاجة. اي واحدة مبتدئة ما عندهاش فكرة بالتفصيل خالص تقدر تعمل الموديل ده، ما فيهاش اي حاجة، سهلة وبسيطة وطلعت جميلة جدا وشيك جدا. وبرده ان شاء الله الخدادية هتبقى سهلة جدا، تابعوني الفيديو كده ان شاء الله نعمل الخدادية مع بعض، هتبقى سهلة جدا وبسيطة زي الملاية كده ان شاء الله. السلام عليكم.